الاسلام للحزن. نحن دائما عندنا امل وبدنا نكمل. والفن هو رساله، والرساله هي انه نعطي محبه، نحن نعطيكم محبه على المسرح ونعطيكم احاسيس حلوه انتم تعيشوها وانتم ترجعوا تعطوني اياها. مشان هيك انا بوعدكم انه رح نقضي ليله كثير حلوه رغم كل شيء. اكيد حتسمعوا اغنيات ناطرين اني غنيها، كل الاعمال اللي عرفتوها القديمه والجديده. بس اسمحوا لي اليوم افتتح باغنيه بعتبرها انا لفته او تحيه او لفته صغيره مني لاطفال غزه. يمكن اليوم بس شوفهم على التلفزيون حس بحسره كبيره بقلبنا كيف عم بيموتوا كل يوم على ايدي الارهاب. بتمنى هالصفحه تنطوى بغزه وهالاطفال وهالاهالي، بتمنى من كل قلبي الله يصبرهم.